تعادل سلبي بدون اهداف بين الاهلي وسموحه في الشوط الاول. شوط كان فيه سيطره والاستحواذ بعض الشيء وبعض المحاولات بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن بدون خطوره حقيقيه على مرمى الهاني سليمان. اكتفى سموحه على مضض بانه عايز يطلع باقل نتيجه زي ما قلنا قبل المباراه. هو بالنسبه له الحصول على نقطه هو المكسب وهو ده اللي بيلعب عليه. هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نشوف اراء محللنا الكبار في الشوط الاول. ارجوكم انتظروا. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، تقييمك الشوط الاول سريعا وايه اللي ينقص النادي الاهلي؟ مفيش، اتكلمنا في قبل المباراه على حاجات كتير قوي لازم تتلعب ولازم تترجم، ولكن كل حاجه بتحاول كل حاجه ولكن في حاله بطء في عدم تركيز. يعني بختك ابو بخيت، يخش حسين الشحات في وسط 3 4 ويبص يشوف مفيش. صلاح محسن مسلم نفسه للاثنين الاستوبرين، ما بيتحركش يمين وشمال يلخبط الدنيا يفتح ثغرات للناس اللي جايه من الخلف. الباك رايت بتاعك بيخش زي ما قال عادل كتير قوي لجوه. علي معلول عودته بتحاول ان هو يعمل الحاجات دي كلها، ولكن الحلول الفرديه اللي انا طلبتها من امام ومن حسين الشحات مش موجود، لم تولد بعد يعني. صحيح. طيب كابتن اسامه، الشوط الثاني. الشوط الثاني ما هو الاخطاء اللي في الشوط الاول لازم حلول تتعالج عند مستر كولي. اولا في تمرير كان في البدايه خاطئ كتير قوي، يمكن تحسنت شويه في نهايه الشوط. نص الملعب مفتوح قوي. صحيح. انت سايب الملعب مفتوح. صحيح سموحه ما عملوش حاجه خطر قوي، ولكن بيتنقلوا في نص الملعب لما بيمسكوا الكوره بسهوله. سموحه مكتفي باللي هو فيه، حتى لما بيهاجم على الاستحياء يعني. ماشي، النادي الاهلي سيطر في النص الثاني. صحيح. ولكن زي ما قلت لك، يا اما تمرير خاطئ، يا اما معظم الكرات العرضيه بتتلعب وحش من كريم فؤاد وحتى علي معلول اللي هو مميز في الكرات العرضيه، تلاقيها قويه ورا الجون خبطه في الباك، كريم ما بتوصلش. ثالثا الجبهه بتاعت اكرم توفيق وكريم فؤاد مش شغاله كويس. صحيح. مفيش مسانده هجوميه من اكرم توفيق لكريم فؤاد، مش الجبهه مش شغاله يعني. الى حد ما ناحيه علي معلول وامام عاشور والشحات شغاله. صحيح مفيش اتقان قوي، لكن صحيح. جالك ستة كورنر ما استفدتش منهم. هو في محاولات من اكرم وكريم ولكن مش بصوره جيده، ما فيهاش تركيز وفاعليه ودقه. صحيح. جالك ستة كورنرز ما استفدتش منهم يعني. صحيح. فانت لازم تركز في الضربات الثابته، لازم تبقى اهدى من كده في وسط الملعب. ثانيا لازم صلاح محسن بتجيله فرص لازم يستغلها يعني. هو الماتش اللي فات نزل جاب جون، بس انت النهارده بتبتدي مش حاسين بوجوده يعني. فلازم يتحرك اكتر من كده زي ما كابتن شريف قال، وربنا يوفق الشوط الثاني. طيب. اعتقد مش هيحصل تغييرات يعني. كابتن عادل، مش هيحصل تغييرات، مفيش الحلول هتبقى من داخل الملعب، مش هتبقى من على الدكه في بدايه الشوط الثاني. ليه؟ هتبقى من على الدكه. لا يعني انا اتمنى ان يبقى في تغيير، اتمنى ان عبد القادر ينزل، لان اكرم توفيق وكريم فؤاد واحد. مظبوط. انت خسران لعيب. خسران لعيب، فانا بقول ان ينزل احمد عبد القادر ويجيب حسين الشحات الناحيه اليمين، وينزل احمد عبد القادر عشان يبقى عندك جبهتين بتهاجم، لكن انت كده شغال على جبهه واحده، فالتغيير لازم يبقى باسرع ما يمكن. يمكن انا نوهت اكتر من مره على حته، ما احبش حته تضييع الوقت شويه في حته التغييرات، لان اللعيب الكوره لما بينزل الشوط الثاني بينزل في اخر 60 دقيقه او اخر 15 دقيقة، لازم بياخد له يجي 5 دقايق خارج اللعبة لما يخش في المباراة، فأكيد يعني لازم يغير بسرعة. وبقول إن أحمد عبد القادر يبقى حل مبدئي وكريم فؤاد ممكن هو اللي يتغير. كابتن بلال، قلت المحاولات على المرمى، حتى ما بقاش النادي الأهلي دايما في معظم أشواط الشوط الأول أو الشوط الثاني يبقى في محاولات كتير جدا على المرمى، ونقعد نقول إن أهداف مهدرة وفرص كتير بالجملة ضاعت، ولكن الخطوره كانت قلت على مرمى الهاني سليمان الشوط الاول. بص، الخطوره الحقيقيه مفيش الحقيقه، مش بس قلت على المرمى، لكن انا عندي سؤال بس يعني محتاج اساله لمستر كولر. انت ليه السؤال، انت ليه مرجع لعيبه النادي الاهلي ورا في الحته الدفاعيه في حاله الهجوم؟
سموحه ما عندوش لعيبه عندها سرعات، فبالتالي ما عندكش ازمه في الكاونتر اتاك. يعني انت امتى ارجع؟ لما يكون عندي مشكله في الكاونتر، لما يكون في سرعات في الحته الدفاعيه، فبالتالي انا خايف او عامل حسابها، فبدي فبرجع لورا بسرعه تمام عشان ما يحصلش كاونتر اتاك فيجي منه هدف. لكن سموحه ما عندوش، عنده بطء في الحته الهجوميه، فبالتالي انا لازم اضغط من قدام، ولاعيبتي اسرع من لعيبه سموحه في الحته الدفاعيه، فبالتالي لازم دايما اكون ضاغط في الحته اللي قدام. في مشكله كبيره جدا عند مجدي قفشه، ومشكله كبيره جدا عند امام عاشور في حته الضغط، دايما بيرجعوا لورا، ده مش طبيعي. هم دول المفترض يقودوا مع صلاح محسن وحسين الشحات طبعا وكريم يقودوا حته الضغط في القدام. لازم يبقى توجيهات مستر كولر في الحته دي عشان يبقى ليك تواجد مع فرقه اصلا ملهاش استراتيجي واضحه في الملعب النهارده. يعني سموحه ما عندوش، انا مش شايف ان هو بيشتغل على ايه. تمام، هو بيشتغل على يمسك كوره يمسك كوره يمسك كوره ويضيع الوقت بس، ليس اكثر من ذلك. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. الشوط الثاني تحقيق الفوز، هنروح لفاصل نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.